أما اللي ثابتة مغرب هذه معناتها كما نقولوها للصحفيين مش يسميوها هي سكوت. أنا المدينة الرياضية اللي احنا الناس كلنا استناو فيها وتكلمنا عليها والسيد الوزير قال يا اخويا راهو حتى ما نفوزوش بالالعاب نتاع 2021 رانا مش نعملوها عاملين اشيت العسل يطلع الارض اللي احنا توا في بنا صحيح والامور واضحه قاعدين نلوجوا على الفلوس الارض طلعت مش نتاع البلديه وطلعت الامور هلا هلا وما فما لا ارض ولا فما كذا ولذا الحقيقه معناتها عملنا توا لجنة اشتت لها بالمشروع هذا يلزمنا ندبروا أرض ويلزم من فلوس فما مبلغ مرصود لكن المشكلة الكبيرة تصور احنا توا نستناو في المدينة الرياضية والأرض مرصودة ونقول هاو باش تجي المدينة الرياضية وهي الأرض مش موجودة جملة واحدة وطلعت نتاع مولاها وطلعت مش نتاع البلدية لكن مع هذا باش نخدم الناس كل مع بعضنا سوسيوس سي اس اس البلدية صفاقس كل الناس المجتمع المدني اللي يعطيهم الصحة ضغطه باش وصلنا مرحلة معينة